إني أرى ثمارا قد أينعت وحان قطافها وإني لقاطفها إن شاء الله. ما شاء الله، شوفوا كيف يا جماعة ندخل الثمرة بهذه الطريقة، ما يحتاج إنك تطفها بروحها، ما شاء الله سقطت لأنها جاهزة وتوصل لين عندنا بأقل الجهد ثمار الزبدية. وهذا حصاد صنف مانجو الزبدية، ما شاء الله. شكرا لك أيتها القاطفة، شكرا لك. هذا خيرات هذا الموسم، ونتمنى من الله في الموسم القادم إن شاء الله يكون الخير أكثر وأجمل. وجزاكم الله خير، والله يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين.